شكرا. قلنا زميلة. زميلة كمان. جميلة، أنت من الفنانين اللي لسه متمسكين بالفيديو كليب، تصوير الفيديو كليب. صح. إيش سر تمسكك، وهل في نظرك الفيديو كليب بيروج أكثر للأغنية العربية؟ طبعا أكيد، إحنا حاليا في عصر الصوت والصورة، وصار الكليب يكمل الأغنية. فحتى يعني لما ينزل مثلا تنزل أغاني من غير كليبات، حتى الجمهور يقول لك لا نبغى مثلا هذه الأغنية نشوفها كليب. فصارت الصورة تكمل الأغنية والعكس. طيب، بما أن الصورة تكمل على قولتهم الكليب، نبغى نسمع أغنية ولا بزعل؟ عرفتي ايش الاغنيه؟ خلاص ماشي. يلا عاد المخرج ما شاء الله ما راح يقصر، حيسوي لك فيديو كليب الان. خلاص تمام. طبعا اغنيه هزعل كنت نزلتها من فتره، ما لحقت انه اشتغل عليها كثير، بس الحمد لله يعني احس انه الناس كثير حبتها، خصوصا انه اول تجربه لي بالمصري. الله لا يجيب الزعل ان شاء الله. الله لا يجيب ان شاء الله. وبس حابه اقول انه هاي من الحان مدين وتوزيع جلال الحمداوي. نسيني ومش سائل فيا، فاكر لما هتلعب بي، انا مش هزعل، ده انا هزعل، انا هزعل وازعل، وهجيب لك ناس تزعل، باكل شوية تشواني ومش عايز مرة دواني، ومش هزعل، لا ده انا هزعل، انا هزعل وازعل، وهجيب لك ناس تزعل، يا نسيني ودمك راي، التقل عليك مش لاي، بقى يعني تعذب قلبي وكمان مش عايزه اتضايق، لا ده انا هتضايق وازعل، وهجيب لك ناس تزعل. يا عيني يا عيني. هذه بس أول تجربة. نسيت كلمات أغنيتي. هذه أول تجربة. هذه بس أول تجربة. هاي أول تجربة إن شاء الله، إن شاء الله تتكرر. تحبي تقولي لشعب مصر؟ بحبكم جدا جدا جدا. أنا هزعل. لا أنا مش هزعل منهم خالص، لأنه بصراحة كنت في مصر ومن أحسن البلدان اللي أنا زرتها. أوكي. وما حسيتش ابدا نفسي غريبه عليهم. اوكي. مع انه كان اول مره. اكمل بالمصر وانا بموت بالفراق. وانا بموت بمصر، ومصر ام الدنيا. الله يسعدك. انا احب الملوخيه على فكره. حلو. طيب.